سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناتي الاوفياء، كل متابعي قناتي بفريكونسيز. كيف هي الاحوال احبائي؟ ارجو ان اكون دائما ضيفه خفيفه الظل عليكم، واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم دائما. قناتي مختصه في تقديم الترددات، التغيرات الجديده، القنوات الجديده، قنوات الافلام الاجنبي خاصه، قنوات مسلسلات، دراما تركيه، مصريه، سوريه، وهنديه، وكوريه، وعراقيه. قبل أن أبدأ في الفيديو، صلوا على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. نقوم بإضافة الترددات المهمة لهذا اليوم، تفضلوا. نضيف التردد الأول 11013، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي أو رأسي أو حرفي. هذا أحبائي تردد قناة الشارقة القرآن الكريم، تم افتتاح القناة اليوم على النايلسات، والقناة تبث بخاصية HD. أيضا أحبائي عودة التردد 11177، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا التردد عادت قنواته للعمل من جديد. معنا اليوم من ضمن ترددات اليوم قنوات جديدة، نبدأ بالتردد 11449، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي ظهرت عليه قناة كورتسات الجديدة، وعلى نفس التردد ظهرت قناة القمر تبث بخاصية HD. أيضا معنا اليوم قنوات مهمة رياضية تعد بتقديم مباريات مهمة أوروبية. القنوات هي قنوات دبي الرياضية، تبث على التردد 12418، معدل الترميز 30000، والاستقطاب أفقي H. قنوات تبث بخاصية HD على نايلسات. أيضا أحبائي قنوات رائعة جدا على التردد 11678، معدل ترميز 27500، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي في. هذا أحبائي تردد قناة دولي موفيز ودولي سينما، قنوات رائعة جدا تبث أفلام أجنبية وأفلام عربي والحزمة شرقية. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي ومتابعتي ودعمي وتشجيعي، أتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.